السلام عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في مغامره جديده. اليوم جيت وغنحضر معنا شي حاجه بشكل غادي نجلسوا نشربوا واحد الكاس ديال اتاي ومن بعد غادي نطلعوا داك الفوق ليه. عندنا عمه سيدي كاس بالعشو، المهم واحد الحاجه اسمحوا لي اللي كان الصوت ديالي ما كيتسمعش مزيان حيت دابا مع كيد البرد بدا كيدي لي الصوت. المهم صبروا معنا وطلقوا ودنيكم مزيان باش تسمعوني. انا واحد عندي حتى قرجوطه مزروعه شي شويه. المهم سلكوا معنا وغادي نعيشوا شي حاجه زوينه بزاف، غادي تشوفوا معايا شي حاجه كتخلع. المهم ما نحرقش لكم المفاجاه، بقاو معنا يلا نمشيو نشوفوا داك الفوق تمايا. علي جلال علي 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 وصلنا على سلامتنا. احنا وصلنا الفوق، احنا وصلنا لفوق على الفوق. البرد ولكن ماشي هادشي اللي جينا نصور لكم، جينا غادي نصور لكم شي حاجه، غادي نصور لكم شي حاجه. احنا اش غادي نلعبوا؟ احنا غادي نستحوا لكم الخلعه. كانت شويه دخل عارف. كانت شويه دخل في الاول، واحد شويه ماشي بزاف، واللي فيه الدوخه ما كنصحوش بهذا الشيء.
المهم الفيديو ديال اليوم كيوصل للنهايه ديالو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعجبكم هذه المغامره اللي دوزت اليوم. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Peace.